يا اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل ولا في حلقه جديده؟ لا دي حلقه جديده، بس اصل انا دماغي من امبارح في موضوع ازاي الصحه، وهقول لكم ليه دماغي ما فصلتش، لان انا من امبارح للنهارده مبادره ازاي الصحه يا جماعه. انتوا عمالين تبعتوا كم من الرسائل هايل، وتفاعلكم على المبادره خطير، ما توقعتش ان الفكره تعجبكم قوي كده وتتفاعلوا معاها قوي كده، وتبقوا فعلا ابتديتوا تقولوا لبعض ازاي الصحه ايه الاخبار، ويجي بقى مجاملات والسلام العادي بعدها. اهلا بيكم في حلقه جديده من بالهنا والشفا، هنكون معاكم من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء مباشره. ارقام التليفونات هتنزل لكم على الشاشه، مستنيين تليفوناتكم العزيزه والغاليه جدا جدا على قلوبنا زي ما عودتونا. النهارده معانا كده ايه، يوم مختلف. يوم مختلف ده هنحتفل بمين وليه؟ النهارده هنحتفل باليوم العالمي لكبار السن. ايوه، على فكره كلنا هيجي لنا يوم ونبقى كبار سن، وممكن يبقى عندنا 30 سنه بس احنا في تعداد كبار السن. عارفين ليه؟ عشان الصحه بقى مش واخدين بالنا منها كويس. فاحنا النهارده هنحتفل بكبار السن بطريقه مختلفه شويه، بان احنا نفكر الصغيرين ازاي لما نكبر شويه والزمن يعدي علينا، والزمن ده لما بيعدي بيغير حاجات كتير فينا، واهم حاجه واول حاجه بنخاف عليها هي صحتنا. دايما تلاقوا في دعوه، انا مش عايزه بس اقلب لكم الموضوع كده دراماتيك قوي، بس في دعوه كده بتقول ايه، يا رب دايما يعني ما تخلينيش محتاج لحد، ما تخلينيش محتاج ان حد يخدمني، او ان انا مابقاش قادر اخدم نفسي او قادر اخد بالي من نفسي. وهنا تيجي اهميه الصحه، بس بنفتكرها متاخر شويه. ازاي الصحة؟ هتفكرنا بقى من النهاردة وكل يوم واحنا ماشيين كده ان احنا ناخد بالنا من صحتنا، عشان لما يجي اليوم ده اللي هو اليوم العالمي للاحتفال بكبار السن علينا، واحنا عندنا 70 و80 و90 سنة، ربنا يدينا كلنا الصحة وطولة العمر يا رب، تبقى صحتنا كويس. شفتوا حتى الدعوة اهي طلعت لا ارادية، الصحة وطولة العمر، مش طولة العمر والصحة، لا الصحة تيجي اهم، لانه يعني ربنا يدينا كلنا الصحة، هنعيش 100 سنة بس 50 سنة منهم مثلا حتى تعبانين مش قادرين نتحرك. ف يعني ايه هي حلاوة طولة العمر؟ في الصحة اللي ربنا بينعم علينا بيها. قبل ما اقول لكم احنا هنعمل ايه النهاردة، هقول لكم على كام حاجة كده باخد بالي منهم بيحصلوا وبنعلق عليهم مع تقدمنا في السن، بالذات الستات. هقولك ايه اللي بيحصل. اليوم بيعدي وبتودي مدارس وتودي تمارين وتروحي الشغل، تحضري فطار وغدا وعشا، واليوم يسرقك كده ويعدي بيكي، وتنسي تاخدي نص ساعة لنفسك تنزلي تمشي فيهم او تلعبي تمارين مقاومة، او من الاخر يعني تحركي جسمك بطريقة صحية تفيدك لما تكبري. انتوا عارفين لما بنكبر اللي بيفرق واحد شايل نفسه وصالب طوله عن اخوه او اخته ايه؟ الصحة والرياضة. ايوه، العضلات اللي بنبنيها وبنحافظ عليها على مدار عمرنا كله هي دي اللي بتسندنا لما بنكبر، وهي دي اللي بتبقى جسمنا محمل عليها. وتلاقوا الفرق بين واحدة بيبان على فكرة على بشرتها، واحدة بتلعب رياضة واحدة لا، بيبان على البشرة جدا. واحدة بتاكل صحي طول عمرها وواحدة ما بتاكلش صحي طول عمرها. ممكن اللي ما بتاكلش صحي دي او اللي بتاكل اكل مش صحي ممكن تبقى رفيعة على فكرة، ان في ناس الحرق عندها شغال كويس جدا، وفي ناس طبيعة جسمها جيناتكس ما بتتخنش. فممكن تبقى بتاكل كل يوم اكل من الشارع وكل يوم حاجات مقلية وما بتتخنش، بس تفتكروا صحتها هتبقى كويسة؟ لا. اول ما تقدم السن بيبتدي يحصل ايه اللي بيحصل؟ اللي مش مغذي جسمه ده بيبتدي ينهار، واللي مغذي جسمه حتى لو هو وزنه ازيد زياده شويه ما دخلش في مرحله سمنه، بتلاقوه عارف يصلب طوله، بتلاقوه عارف جسمه شايله. عارفين كلمه جسمي شايلني؟ عارفين بنحس بقيمتها امتى؟ لما يجي لنا يوم نقول ايه، انا كنت تعبان الاسبوع اللي فات جدا، انا جسمي ما كانش شايلني. في اللحظه دي نحس بقيمه الايام التانيه اللي بتعدي واحنا جسمنا شايلنا وصحتنا كويسه، ربنا يحافظ عليها يا رب دايما. يا سلمى، يا سلومة، ألو، إزيك؟ الحمد لله كويسة؟ آه. ممكن تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون؟ ألو ألو، عاملة إيه يا سلمى؟ الخط قطع يا سلمى، جربي كلمينا مرة تانية. طيب
قبل ما نبتدي التليفونات تاخد كده مننا الوقت، لان انا بحب وبستمتع جدا جدا بالوقت اللي بستقبل فيه تليفوناتكم، هقول لكم على اول وصفه معانا. لو لحقنا هقول لكم ليه عاملاها بالمكونات الغريبه دي. بصوا، من الحاجات اللي بتتباع بالوحده في السوبر ماركت او في السوق هي ايه؟ فكروا كده، ادخلوا سوبر ماركت بيبقى فيه ايه متغلف وبيتباع بالوحده؟ الكوكيز، صح؟ طيب الكوكيز من الحاجات الغالية اللي مش صحية، نسبة الدهون والسكر فيها عالية جدا جدا، والأطفال والكبار بيحبوها جدا جدا. فهي عملت معادلة كده، أنا باكلها وأنا عارف إنها مش صحية بس باكلها ومبسوط. النهاردة بقى هعمل معاكم نوع كوكيز لذيذ قوي قوي للناس اللي بتحب كوكيز إيه؟ الفانيلا، وتقدروا تغيروا في طعمها براحتكم. يعني أنا هقول لكم على تغيير كده كام حاجة فيها، هنقدر من الوصفة دي نطلع أربع خمس وصفات بأطعمة مختلفين. هنعمل كوكيز بالإيه؟ بالحمص. أيوة هقول لكم ليه الحمص، بس كمان شوية لما نبتدي إيه نحط الوصفة بتاعتنا في الفرن. كوكيز الحمص عبارة عن إيه؟ معنا حمص، حمص العلب غسلاه ومصفياه، أو حمص عايز تسلقيه في البيت تمام براحتك. دول تلات كوبايات، معايا كمان تلات بيضات، ومعايا معلقتين كبار طحينة، فانيلا باودر أو فانيلا عموما، بشر انا معايا هنا بشر ليمون، انتوا تقدروا، استنوا هقول لكم الخيارات دي في الاخر، بشر ليمون، وست معالق كبيره عسل، تقدروا تبدلوها باي نوع بدائل للسكر لو عايزين مفيش مشكله، ومعلقتين بيكنج باودر، ودول مهمين جدا. بصوا بقى، انا هنا بديل الزيت حطيته ايه؟ الطحينه. ما عندكيش طحينه حطي بدلها زيت جوز هند، زيت اي نوع زيت عندك، بس الطحينه حلوه انها نوع من او مصدر من مصادر الدهون المشبعه الصحيه اللذيذه جدا، هتزود طعم لذيذ. طيب ما بحبش يا ساندرا الكوكيز اللي بالليمون، هتبدلي بشر الليمون ده بشر برتقال هيشتغل، بدليه بقرفه باودر هيشتغل، هتبدليه بكاكاو خام اللي هو بنجيبه من عند العطار ده، قلبتيها كوكيز بالشوكولاته، فتقدري تغيري في الطعم براحتك. في مركزات الطعم دي، في واحد بطعم اللوز حطيه، هو طعم سيرب بيتباع كده برضو عند العطار، فأي طعم عايزة تحطيه على الكوكيز دي بدل بشر برتقال تقدري. بس أنا قلت بما إن إحنا إيه في الصيف ولسه كده عايزين نحس بانتعاشة لذيذة، فإيه استخدام تعالوا حاطين لنا هنا سباتيولا كمان، الليمون لذيذ. يا سوسن، ألو يا سوسن، ازيك يا ساندرا؟ ازيك، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، ازاي الصحه؟ انا ازاي الصحه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا يا جماعه، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي صحه حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كلنا حلوين يا رب دايما وكلنا بنحبك يا ساندرا، وانا بحبك جدا جدا، ربنا يخليكي ليا يا رب. بنايه سي بي سي سفره يا حبيبتي، رب انت مفيش بونبوني غير المشاهدين الحلوين دول. انا اول مره اتواصل معاكي. انا عارفه صوتك جديد عليا، بس مش حاسه ان انت غريبه عني. انت عشان انت حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يكافئك خير على كل حاجة حلوة بتقوليها. شكرا لحضرتك، ميرسي، دي دعوة حلوة جدا جدا، يعني زي ما بتفيدي الناس كده ربنا يبارك أسرتك وربنا يباركك. دي دعوة حلوة وغالية جدا وعزيزة جدا على قلبي، ربنا يخلي حضرتك. الله يخليكي من نجاح لنجاح دايما يا ساندرا. ادعي لي. ثانك يو فيري ماتش، ربنا يخليكي ليا يا رب، ميرسي لذوقك، نورتيني يا استاذة سوسن. على فكره لذيذ جدا احساس ان انتوا تبقوا بتكلموا حد انتوا مش شايفينه، انا شخصيا مش شايفاكوا بس حاسه ان في تواصل، يعني حاسه انه على الاقل احنا كلنا بنحب نفس الحاجه اللي هو الاكل، صح؟ يعني يقول لازم يبقى في حاجه مشتركه كده في العلاقات بين الناس، فانا بيني وبينكم المشترك هو حبنا للاكل والصحه طبعا. طيب وبعدين انا، لا استنوا بقى، المخرج عايز يطلع فاصل بس انا مش قادره ما اقولش الجمله دي. هو ايه لذاذه المتصلين اللي متابعين المبادره بتاعت ازاي الصحه، وانتوا اللي بتكلموني تقولوا لي ازاي الصحه؟ ايه اللذاذه دي بجد؟ انا هطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هضرب الحمص ده في محضر طعام كويس، مش هعمل حاجه ثانيه لحد ما ارجع لكم، استنوني. اهلا وسهلا
وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. رجعنا لكم بوصفه لذيذه جدا جدا، بس قبل ما نبتدي فيها هنكمل بقيه وصفه الكوكيز. بتبسط قوي لما احس يعني على قد ما ممكن اتخض انه في فقره او اتنين عدوا من وقت البرنامج واحنا لسه ما خلصناش الوصفات اللي عايزين نشاركها معاكم، ولكن بتبسط لان الوقت بيبقى عدى في مكالماتكم اللذيذه جدا جدا. بصوا، انا ضربت الحمص في الوصفه الاصليه بتاعه الكوكيز دي بيتضرب لحد ما يبقى كاني هعمل سلطه حمص، ولكن انا مش عايزه اوصله لده، انا عايزه يبقى فيه كرامبز يعني قطع فتافيت، فهو اهو انا موصلاه للقوام ده في فتافيت، ولسه هيتضرب اكتر لما ابتدي اضيف البيض والعسل والطحينه. خلوا بالكم دي كلها ايه؟ سوائل. انا بقى هعمل ايه؟ تعالوا ننزل بالطحينه نعملها معاملة ايه؟ الزبدة عادي جدا، وبعدين ننزل هاخد بيضة واحدة اهي والعسل عشان اسكر الحاجات اللذيذة دي. عايزة اقول لكم بقى معاكم شوية ايه؟ بشر شوكولاتة حطوه، شوية بواقي، بصوا اي حاجة موجودة عندكم عايزين تضيفوها هنا تقدروا تضيفوها. الفانيلا لا غنى عنها، علشان انا عايزه اطمن بكل المطيبات دي ان انا قضيت على طعم الحمص، وهو كده كده مش هيبان ما تقلقوش، بس انتوا يعني ما تفوتوش حاجه من المكونات اللي حطيتها. وبشر الليمون، ممكن على فكره يا منى. الو، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه؟ اه كويسه. ازاي الصحه؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا بجد ايه اللذاذه دي؟ عامله ايه منمن؟ الحمد لله كويسه. إيه؟ انا الحمد لله في رضا ونعمه، الحمد لله طول ما الصحه كويسه وبسمع صوتكم الحلو ده. انا بحبك قوي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا، وانا كمان بحبك يا منى. وليه بتحبي الحمص؟ انا على فكره بسمعك على طول. بجد فرحتيني، السفره كلها فرحانه ان انت متابعاها. عامله ايه منى؟ قولي لي، انتوا دخلتوا المدارس ولا لسه؟ اه دخلنا. طب انت في سنه كام؟ انت بتروحي المدرسه؟ اه. في سنه كام؟ في سنه اولى اعدادي. حتى انت مادموازيل كبيره خلاص. قولي لي اكتر حاجه بتحبي تاخديها معاكي المدرسه؟ بحب السندوتشات اللي ماما بتعملها لي، وباخد كشري معايا، وباخد طعميه، بعمل سندوتشات طعميه بحبها قوي. منى انت كلمتيني الاسبوع اللي فات وقلتي انت بتحبي ساندوتشز الطعميه، صح؟ اه صح، وبسببك احنا عملنا اليوم اللي بعدها حلقه طعميه. ماما قالت لي ساندرا عملت طعميه. ايوه انا عملتها عشان انت خليتي يبقى نفسي فيها، فكرتيني بيها. ماما قالت لي. ألف أنا وشيف على قلبك، جربيها الوصفة لذيذة، طبعا لا يعلى على طعمية ماما وعجينة طعمية ماما، بس لما تجربي تسويها في الفرن ممكن تحبيها أكتر من الآلية. نورتيني يا مونمون، مبسوطة جدا بتليفونك ومتابعتك. بصوا دلوقتي أنا هعمل إيه؟ أنا هجيب، أنا الكوكيز دي ممكن تتعمل بطريقتين، بس أنا مجهزة شوية بطريقة، جه في بيت دلوقتي اعملها معاكم بطريقة تانية، عشان إيه الأم المستعجلة اللي عايز تخلص كل حاجة في 10 دقايق دي. استنى يا سوسن. ايوه يا ساندرا، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا اختي؟ ازاي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ ازاي الصحه حضرتك؟ الحمد لله. هيبقى شعارنا ده ان شاء الله، بدل ما نقول سلام وباي وبتاع والكلام ده، هو مش ألذ، مش ألذ بذمتك؟ انت عسل. صح، انت ربنا يخليكي ليا. ايه الاخبار؟ الاخبار يا حبيبتي، ازاي الصحه؟ كويسه؟ ازاي الصحه؟ زي الفل طول ما انا بسمع صوتك الحلو ده. الله يخليك، الله يخليك. ربنا يخليك. انا لسه صديقه للبرنامج بتاعك. ده انت مش صديقه، انت من عيله البرنامج. الله يخليك. ربنا يخلي حضرتك يا رب. ميرسي لذوقك. ميرسي. معلش هو الخط قطع وانا بكلمك. لا خالص، قولي. معلش يا حبيبتي، انت الاربع اللي فات تقريبا او الخميس عملتي طريقه عجينه، بس مش عارفه ما لحقتهاش، يعني اللي هي عجينة اللي عملتي بيها الميني بيتزا والحاجات دي، فاقدر اعرفها دي بالشوفان ولا طبعا.
انا مش فاكره احنا عملنا الاربع اللي فات ايه، بس احنا ممكن ننزل لك دلوقتي على الشاشه فريق الاعدادي يحاول يدور لك على وصفه عجينه الميني بيتزا اللي بالدقيق الاسمر وينزلها لك على الشاشه حالا. ولو دي وصفه انتوا بتحبوها ممكن نعملها معاكم يعني بمكونات مختلفه وحشوات مختلفه كتيره. بصوا عايزه اوريكم قوام الكوكيز واقول لكم احنا ممكن نعمل بيها ايه. بصوا انا مفضيها في واحد كبير كده عشان ايه تعرفوا تشوفوا قوامها براحتكم. كوكيز دي تقدروا تشكلوها واحده واحده زي ما كلنا بنعمل مع الكوكيز. طب هتقولوا لي قوامها سائل شويه، خلوا بالكم انا استعملت هنا بيضه واحده، الثلاث بيضات دي غلطه مطبعيه انا اسفه. فايه فدي بيضه واحده. بصوا بقى عندكم حلين القوام ده يتعمل ايه. بصوا عارفين الكوكيز اللي بتتقدم في محلات الفاست فود تحط عليها شويه شوكولاته كده على الوش، شويه كاكاو على الوش، او شويه كاكاو يتقلب كده على الوش وتدخل الفرن، بقت اسمها ايه؟ كوكي سكيلت. يعني ايه؟ يعني صينيه او صاجه الكوكيز، خلاص بيخترعوا اسماء بس. طيب وممكن تزودوا معلقتين دقيق اسمر وتبتدوا تشكلوها. انا عامله واحده معايا مزوده لها شويه دقيق اسمر ومسوياها وطلعت لذيذه جدا وماسكه وزي الفل. عايزين لو عايزين تعالوا نعمل واحده اوريكم بتتشكل ازاي. بصوا تعالوا ناخد من هنا كده اهي، بصوا ندخلها الفرن ونطلعها نشوفها مع بعض اهي. طيب معانا بصوا معانا ألذ فريق اعداد وكنترول قاعد قلب لكم السيستم، مش عارفه قلبتوا ايه، قلبتوا حاجه عشان توصلوا لوصفه الميني بيتزا المشبعه اللي بالدقيق الاسمر لعيون استاذه سوسن. هاخد دي بقى لحد ما انتوا ايه تاخدوا سكرين شوت براحتكم من الشاشه، هاخد دي ادخلها على فرن درجه حرارته 180 ما تاخدش اكتر من تلت ساعه وتبقى جاهزه. تعالوا ناخد الواحده الميني اللي معموله دي لوحدها برضو وندخلها. معانا وقت قد ايه يا قريش يا جوجو؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ازاي الصحه؟ الحمد لله كويسه. ايوه انت عندك كام سنه يا قريش؟ عندي 14. ده انت مدموزيل كبيره، بيدلعوكي يقولوا لك ايه؟ طيب لا مش بيدلعوني. مش بيدلعوكي؟ لا. طب ينفع ادلعك انا، اطلع لك انا اسم دلع؟ اقول لك جوجو؟ اتفقنا. هو عشان انت عارفه مش بيدلعوكي ليه؟ ليه؟ عشان انت اصلا اسمك حلو قوي وكيوت ومش محتاجه اي دلع. شكرا. العفو حبيبتي. قولي لي دخلتي المدرسه ولا لسه؟ ايوه دخلت. دخلتي؟ ايوه انت كلمتيني قبل كده وقلتي ان انت ابتديتي المدرسه صح؟ ايوه. قريش انت من اسيوط؟ ايوه. صح شفتي افتكرت ازاي؟ عامله ايه؟ طب قولي لي ايه اكتر بقى ماده حباها السنه دي تدرسيها؟ ايه اكتر حصه كده بتحسي الله المدرسه دي داخله وانا مبسوطه؟ الرياضه. ده انتي ده احنا معانا مهندسه المستقبل صح؟ نفسك تدخلي ايه؟ دكتوره. أيوة. وشاطره في الحساب، ده انتي هتكسري الدنيا. يلا ربنا يفرح قلب ماما وبابا بيكي يا قريش، وتبقي ناجحه وتبقى صحتك دايما حلوه. نورتيني يا جوجو. العفو حبيبتي. سلام. طيب نبتدي بقى في وصفه الوصفه اللي ريحتها مجوعانا كلنا دي. نطلع فاصل؟ طب خلاص مخرجنا العزيز عايز يطلع فاصل، فاحنا هنطلع فاصل ونرجع لكم. بس هقول لكم احنا هنعمل ايه لما ترجعوا بقى. نعمل مع بعض سلطة راهب نباتية خفيفة لذيذة تجوع. مكوناتها كده بس قدامي جوعتني. استنونا بعد الفاصل. يا اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل. رجعت لكم. كل حد
زهقان من البتنجان بس بيحبه بس نفسه ياكله بطريقه مختلفه وجديده، احتمال يبقى ما جربهاش قبل كده، بس اكيد خفيفه وصحيه ومشبعه ويفتكر بالشوكه كده من لذاته. عايز اقول لكم انا الوصفه دي باكلها بالشوكه. يجمع بقى ويقعد كده قدام الشاشه دلوقتي ويسمع وياخد صوره من مكونات سلطه الراهب دي، لانها مش سلطه الراهب التقليديه، لا هي سلطه راهب معموله بمكونات مصريه اصيله. سلطه الراهب على فكره وصفه شاميه، انا حاولت اعملها بطريقه مصريه شويه. عايزه اقول لكم لذيذه جدا جدا، مكوناتها كلها موجوده عندنا في البيت، سهل ان احنا نلاقيها، يعني مفيش بقال مش هتلاقي عنده لا بتنجانيه ولا طماطمايه ولا شويه بقدونس ولا بصلايه ولا كده. والكومبو وطريقه الخلط بتاع المكونات دي بتطلعها فعلا حلوه. البتنجان كمان من الحاجات المفيده جدا لينا وللولاد، ويعني بيساعد على قوه الجسم عموما. ممكن نعمل لكم حلقه كامله على فوائد البتنجان، بس اقول لكم مكونات سلطه الراهب بسرعه عباره عن ايه. معايا بتنجان مشوي ومقشر، معايا فلفل احمر مشوي ومقشر، معايا فلفل اخضر وفلفل احمر متقطعين مكعبات، معايا كمان بقدونس مفروم، نعناع مفروم، معايا كمان بصل وطماطمايه من غير البذر بتاعها من غير القلب، معايا كمان الكرفس ان وجد الاعواد بتاعته، ثوم مفروم، عصير ليمون، زيت زيتون او زيت عادي، وملح وفلفل. وعلى فكره انا ساعات بعمل الوصفه دي من غير زيت خالص. ليه؟ قولوا لي ليه ارد عليكم، بس مش هقول لكم غير ما تقولوا لي ليه. هقول لكم ليه بعمل الوصفه دي ساعات من غير زيت خالص، لان انا بحتاج احط على البتنجان المشوي وعلى الفلفل المشوي زيت زيتون او اي نوع زيت تحبوه موجود علشان يتشوي حلو في الفرن، فبيبقى خلاص في نسبه زيت كفايه في السلطه، مش محتاجه ان انا بقى ايه بجود وظيف زياده عن اللزوم. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في المكونات اللذيذه اللي قدامنا دي. سلطه الراهب هي النسخه الشاميه لسلطه البابا غنوج بتاعتنا، وانا بقى الاثنين بالنسبه لي من ألذ السلطات اللي ممكن اكلها. بصوا على بلانشا كده، تيجوا ما نقطعوش، هو ده مشوي حلو قوي الصراحه. تعالوا نفرمه على طول، نهرسه كده. تعالوا تعالوا ناخد الفلفل نقطعه، ده فلفل مشوي قلنا ايه متشال القشرة بتاعته عشان تقدروا تقطعوه كده بسهولة. اهو هنهرس بقى كل ده بعد كده بهراسة بقى بشوكة ايا كان اللي ايه اللي موجود عندكم. يا جماعة الفلفل المشوي ده كمان حاجة في منتهى اللذاذة، حطوه بقى على الجبنة القريش مثلا. الله، تحبوا الجبنة القريش؟ انا بحب جبنة قريش قوي، بس عايزة اقول لكم بعد ما في ناس كتير منكم بعتولي ما بنحبش الجبنة القريش، فابتديت اطلع لها وصفات واحط لها اضافات، بقيت مش عارفة اكل الجبنة القريش ده تاني. بقيت عايزة ايه الاختراعات في كل مرة. اهو نفرم ده، مش عايزه افرمه قوي لان انا لسه ههرسه مع البتنجان. يا ام محمد جربي تكلمينا تاني يا ام محمد. بص تعالوا نفرم كل الحاجات المفروض تتفرم مره واحده. في ايه تاني هنا؟ في شويه نعناع، ده القشر مش عايزينه. تعالوا ناخد شويه نعناع نهرس نفرمهم وشويه نحطهم ايه فريش كده زي ما هم. النعناع بقى بيدي يا جماعه طعم فريش. عارفين لما تجيبوا خضار كده صابح من الارض تبقوا ليه ريحه، يعني اللي جرب يروح الارض يقطف خضار
في ريحه كده للخضار، ريحه الخضار الصابح دي بوصل لها انا، او يعني ايه بستقطب احساسها بالنعناع المفروم في السلطه. بص يا ام محمد، ام محمد يا سندره ازاي الصحه؟ ازاي الصحه؟ ازاي الصحه؟ ايوه ازاي الصحه؟ عامله ايه؟ جميل. ايه يا جميل عامله ايه؟ انت اللي جميله وصوتك منور وقلبك الابيض الحلو ده. صوتك الجميله منوره الدنيا، ربنا يخليكي ليا. ما بين ايديكي حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. انا وانت يا رب ومنوره الدنيا والله. ده بنورك وبمكالمتك الحلوه العزيزه جدا جدا على قلوبنا. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب، يخلي لك بنوتك او ابنك ويخلي لك ما عندك يا رب. ربنا يخليكي ليا دايما واقفه على رجلك يا سندره كده. وازاي الصحه؟ كلنا الصحه بتسلم عليكي وبتقول لك الحمد لله. وانت ازاي الصحه؟ الحمد لله بخير يا والله. رب دايما وتفضلي كده منوره في بيتك ولما كل حبايبك حواليك. ربنا يخليك يا سندرا. قولي لي يخليك يا حبيبتي، ايه اخبار البتنجان معاكي؟ لا انا بعشق حاجه اسمها البتنجان. انا كمان بصراحة. صح انا بحبه قوي. شفتي في حاجات مشتركه بين الفلفل ده بشوي الفلفل الحراق والطماطم. الله. وبعملهم اهرسهم بالثوم وتاكلي بقى وعليهم عصره ليمون او خل يا سندرا تبقى جميله. لا ده انت تيجي مره معانا بقى. لا ان شاء الله. لا والله ده انت تيجي تنورينا هنا تعلمينا اشكال وانواع البتنجان. ربنا يخليك يا سندرا. ربنا يخليك. ربنا يخليكي ليا. نورتيني يا ام محمد. ربنا يخليك. مبسوطه بتليفونك يا حبيبتي. شكرا لذوقك، نورتي. بصوا لذيذ قوي بقى تجمعوا مين الناس اللي متابعانا كل يوم من ازاي الصحه. خلاص انا كده ايه عرفت هيكلمني يقول لي ازاي الصحة، يبقى ده ايه من أسرة البرنامج زي ما بيقولوا. بصوا أنا عملت ايه. الله تيجي نعمل كده يا نونو؟ ينفع؟ ينفع أقول كده؟ ينفع؟ رئيس التحرير البرنامج والمعدة العزيزة جدا بتقول لي ايه أصل اللي هينتظم معانا ويبقى بيكلمنا على طول بيقول لنا ازاي الصحة، نعمل لهم مفاجأة. اقول مفاجاه ولا احرقها ولا ما ينفعش اقول ولا ايه؟ ازاي الصحه؟ طب اول حد معانا مخرج البرنامج. بصوا بقى هنعمل ايه؟ اول المنضمين للمبادره. بصوا فاكرين انا وانا في المدرسه كانوا كل شهر مدرسة كان عندنا كده، هو اعتقد هم كانوا بيعملوها كنوع من التشجيع للمدرسين ان هم يطلعوا بافكار، بس هي كانت لذيذة جدا بالنسبة لنا كطلبة. المدرسين كان كل شهر او كل ثلاث شهور يعني كل موسم ترم جديد يطلعوا بفكرة مبادرة. مثلا ايه؟ مبادرة انه محدش هيفضل اي حاجة في اللانش بوكس بتاعه. كان زمان على ايامنا الفطار اسمه الفطار، معاكي كيس ساندويتشين، فمثلا كانوا عايزين يوصلونا لايه؟ انا وانا نازله اقول لمامي لا انا النهارده كفايه عليا ساندوتش واحد مش هيفضل مني حاجه، او انا اقول لا انا النهارده جعانه فعايزه اتنين ساندوتشز. فكانوا بيقللوا هدر الطعام بالطريقه دي، مبادره انه محدش هيفضل حاجه في طبقه او في الفطار بتاعه، فاحنا ناخد على قد ما هنقدر ناكل. كان في مبادره تانية بتاعه انه في اجازه الصيف هنرجع ملخصين كام كتاب، فكانت المبادرة عبارة عن ايه؟ ان احنا هناخد اجازة الصيف شهرين هتقري فيهم كم كتاب وهتلخصيهم وهتيجوا بقى تشاركوا. كنا كل اسبوع يوم الخميس اخر حصة كل حد يبتدي يقوم في 10 دقايق يشارك هو الكتاب اللي قراه التلخيص بتاعه عبارة عن ايه. ففكرة المبادرات ان احنا نرجعها تاني وترجع للنور دي حاسه بيه فكرني بايام المدرسة. فمبسوطة جدا، حاسه انه يعني ايه افكار حلوه تخلينا كده نفتكر الحاجات الصح. بصوا لا يا جماعه هي تجوع مش تهريج، هي بجد لذيذه قوي. نغرفها دلوقتي ونحط شويه نعناع على الوش. ايه اللذيذه دي صح؟ كل الناس هنا اكتشفت انها بتحب البتنجان. انا اول واحده. بص بص الله انا هاجي اكل عندكم بعد كده.
ها؟ بصوا بصوا بقى، انتوا خدتوا بالكم انا ما حطيتش ايه؟ ما حطيتش الزيت. ليه؟ ما احنا شرحنا في الاول زيت الزيتون او اي نوع زيت هتحطيه احنا حطيناه اوريدي في بدايه السلطه واحنا بنشوي البتنجان والفلفل، فخلاص هو مش حط زيت ودهون وخلاص. انا ايه حطيت كميه كفايه، شويت بيها الخضار بتاعي في الاول وخلاص كده. نعمل ايه بقى؟ عندنا وقت ولا ما عندناش وقت؟ نطلع فاصل وانا ادوق حته من السلطه دي. نطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف فاضل قد ايه من الطبق ده. طيب استنونا بعد الفاصل. قادره احكي لكم ايه طعمها حلو ازاي بجد. تعالوا بصوا انا اخدت شويه حلوين، كل ده انا خلصته في الدقيقه دي شويه دول. بصوا يا جماعه هعترف لكم اعتراف، انا ساعات كتير وانا عامله دايت او انا بحاول اقلل وزني طبيعي بين الفصول، دخلت الصيف الخروج من الشتاء، في نص الشتاء الوزن الواحد زاد مبالغ فيه، بيجيلي لحظات واحس انا جعانه، انا جعانه عايزه اكل اكل، عايزه مش عايزه اكل زبادي، مش عايزه اكل جبنه قريش، ومش عايزه اكل طبق سلطه، عايزه اكل. هرد بقى على الاجابه دي في فقرتنا المحببه جدا جدا كنا فاهمين غلط. كنا فاهمين ايه بقى غلط؟ تعالوا كده هنا عشان بس نتكلم قدام الحاجات اللذيذه دي. كنا فاهمين غلط ان انا لما اجوع في الدايت لازم اقوم نفسي واضايق نفسي واقول ساندرا اجمدي انت جعانه هتتغلبي على الجوع هتلهي نفسك في اي حاجه تانية. لا غلط على فكره، لما نبقى جعانين واحنا عاملين دايت المفروض ناكل حاجه صحيه، ناكل حاجه حلوه. الحاجه الحلوه او الصحيه دي لو مش جاهزه في الثلاجه ضاع الفكره بتاعت ان احنا ناكل، لان انا غصب عني هروح افتح اول كيس بطاطس مقليه تقابلني، وهنقنق في اول شويه بقسماط الاقيهم على الرخامه. فوجود الحاجات دي وبالذات طبق سلطه الرهب الخطير ده في الثلاجه في علبه محكمه الغلق طول الاسبوع في الثلاجه، كل ما يخلص نملى نوع سلطه مختلف، حاجه كده تتاكل بالشوكه ما فيهاش دهون مبالغ فيها، صحية فيها ألوان كتير فتبقى مغذية ومشبعة وطعمها حلو وطعمها قوي. أنا مش بقول لكم لما تجوعوا خدوا سناك فلفلية ولا خيارية ولا طبق خضار سوتيه، لا كلوا ده طعم الليمون مع الخضار مع البتنجان يحسسكم ان انتوا اكلتوا طبيخ. ففكرة ان انا جوع نفسي عشان انا عامل دايت عشان لازم اخس دي غلط غلط، لان جسمك هيوقف حرق وهيبتدي يحس انا ما عنديش سعرات احرق منها، فمحتاج احافظ على اللي عندي وحافظ على مخازن الدهون اللي عندي، فانا محتاج اكل عشان جسمي يبتدي يشتغل ويحرق. عشان اكل من غير ما ابقى ببوظ الميزانيه بتاعه البيت عشان انا عامل دايت، فحلو ان احنا ناكل حاجه فيها بروتين. وصفه النهارده بقى الرئيسيه انا عملتها معاكم، هنعملها دلوقتي مع بعض، بس دي احنا مسويينها قبل الهوا، ودي كوبيبة نباتي بالبرغل والبطاطس والخضار. عايزه اقول لكم لذيذة جدا، بروتينها عالي مش قليل، مشبعة قوي. واكلنا كوبيبة الناس اللي عاملين الناس اللي صايمين، الناس اللي عاملين نظام نباتي، الناس اللي بتاكل وجبتين قرديحي او ثلاثة في الاسبوع، وصفات دي انقاذ. الصينية دي على فكرة حلوة جدا، انا بعملها واحطها في الفريزر، بس اقفلها كويس بسترتش واحطها في الفريزر واطلعها وقت ما الولاد عايزين ايه ياكلوا الكوبيبه النباتي اللذيذه دي. بصوا مكوناتها ايه، معايا كوبايه ونص برغل منقوع ومتصفي حلو، معايا كمان بطاطس مهروسه، جزر، بتنجان، بصل، الثلاثه دول في الحشوه، فلفل رومي كمان في الحشوه، والبصل المفروم بقى هنا في يعني بصوا هما ايه
طبقتين، دي طبقة والحشوة الطبقة اللي في النص، ومعايا بصلة وتوم مفروم، ملح وفلفل ومعلقة زيت واحدة. بصوا هنعمل ايه، بصوا هنعمل ايه، هاخد الاول اهي معلقة زيت، خلاص اهو معلقة واحدة مش اكتر، هنزل عليه بايه، بصل وتوم، عايزاكوا كده وانتوا ده بيتشوح تيجوا تبصوا جوه الفرن، عشان في واحده من اللي في الفرن لازم تطلع، فعايزاكوا تشوفوها قبل ما اطلع. شايفين الكوكي الخطيره دي، دي الايه اللي قلنا هنعمل واحده مني وهنعمل الباقي في قالب بايركس عشان الناس اللي ما عندهاش وقت، ناخد دي نطلعها قبل ما تتحرق ونحطها هنا اهي جنب اخواتها، ونسيب البايركس يكمل سواه. طيب هنعمل ايه بقى هنا، هنقلب ونشوح كويس جدا. البصل مع التوم يبتدوا ياخدوا لون خفيف، هنزل عليهم بالملح والفلفل والجزر، عايزة ايه فترة بس كده دقيقتين ما بين كل نوع خضار والتاني. طيب اهو، وبعدين الفلفل، فلفل عايزينه كده، عايزينه اصغر زي ما انتوا عايزين، انا قلت بس ايه ما يبقاش كله مفروم، بس انتوا التقطيعات دي براحتكم. طيب نعمل ايه بقى، تعالوا اقول لكم نعمل ايه، هنجيب بوله كبيره وجلوف، ممكن انتوا طبعا تقلبوا بايديكم في البيت او بمعلقه بسباتيولا باي حاجه. طيب نعمل ايه، هي الكوبيبه بتبقى عباره عن ايه، عن برغل، الكوبيبه العاديه برغل ومعاه البصل والتتبيله بتاعته اللذيذه، وبعدين في النص بيبقى فيه ايه، لحمه مفرومه، فرخ اي حاجه مفرومه، انا هنا احط الخضار بدلها. عايزه اقول لكم قيمه غذائيه هايله. هاخد بقى البرغل اللذيذ ده وهخلطه مع البطاطس والبصل المفروم، البطاطس المهروسه، عشان هعمل ايه طبقتين، طبقه تحت كانكم بتعملوا بالظبط جلاش مثلا. تعالوا نحط البهارات كمان بالمره، ملح وفلفل ونخلط الكلام ده مع بعض اهو. اهم حاجة بس البرغل يبقى منقوع كويس وبعدين متصفي، مش عايزاه بميته، عشان القاعدة اللي هي تحت دي تمسك، لان لو فيها نسبة مية عالية مطرح النقع هتلاقوها ايه، عمرها ما هتمسك، مش تعرفوا تغرفوها. طيب اهو، وهقسم كمية الخليط ده على طبقتين، ادي الطبقة اللي تحت طبعا ايه، احنا معانا يا جماعة بايركس اصغر شوية، خلاص تعالوا ايه ده اللي معانا هنشتغل بيه، هنعملها رفيع بس طبعا ألذ لو عملتوها اتخن شوية. لا لا خلاص ده طلع على قد لذيذ، ثانك يو. بصوا بقى اهو، ناخد خليط ده، طبعا احنا لو في البيت وقاعدين براحتنا لازم تسيبوا الخليط ده يبرد الاول، انا مش هسيبه يبرد عشان احنا ده دي اخر فقره ولا لسه معانا فقره تانية، دي اخر فقره فاحنا لازم ندخلها الفرن على الاقل. فانا ايه، هاخد بقى هذا الخليط اللذيذ في الحشوه
طيب باين بقى ايه، بما انها سخنه فانا مش هعرف افرد الخليط زي ما عملنا في القاعده، فهعمل ايه؟ هوريكم هنعمل ايه. كل حاجه وليها حل. بصوا يا رب الكوكيز تبقى قربت، بس انتوا شفتوا هي بتطلع ازاي، يعني فهمتوا القوام من دي، ممكن اكسرها معاكم تطلع لذيذه قوي. بص ابتدي اخد ايه بقى، هنزل كده احطها قطع، هسويها بقى من فوق بعد كده، بس انا لازم اوزع الخليط عشان لو انا ما وزعتوش مع السخونه هتلاقوه ساح، عشان كده حلو ومهم ان انتوا تسيبوا الخليط غالبا اللي هو الحشوه ده يبرد. ابتدي ايه بالراحه بقى كده، خلوا بالكم لو انتم مستعجلين زيي هتاخدوا بالكم انه ما تحطوش ايديكم على الحشوه غير لما تحطوا الطبقه اللي فوق. طيب كده اهو، اوعوا يا جماعه تقدموا حاجه شكل صوابعكم او ايديكم التشكيل بتاعها باين، اوعوا تبقى شكلها وحش قوي لما تستوي. طيب اسيبها؟ لا ما اسيبهاش افندم. يا ميره يا مرمر ازيك؟ ازاي صحتك بقى؟ ازاي الصحه؟ ايه رايك بقى؟ عامله ايه؟ انا فخوره بدل هاي، انا فخوره. شفتي الكلام ده ايه رايك؟ الذ حاجه في الدنيا. عامله ايه يا ميره؟ ازاي الصحه؟ الحمد لله، وانت كمان وحشتيني قوي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. والله المبادرة دي حلوة جدا يا ساندرا بجد، صح لذيذة قوي، مفيدة جدا. انا شايفاكي انت كمان بتردي على تفاعل الناس معايا على الانستجرام والفيسبوك على صفحتي او صفحة سفرة لما بيتكلموا في موضوع ازاي الصحة، فانا فخورة بيكي. والله لا انا ببص انا برد بذلك انا حبيبتي. الجندي المجهول. لا مجهول ايه، ده انت كل الناس يعني عارفاكي، يعني مش عارفة اقول لك ايه، اكتر من بالهنا مش شايفة. انا بقول لك في مره اتصلت بتودة بتقولي انت من مؤسسين البرنامج، قلت لها لا مش مؤسسين القناه. لا طبعا ده انت من مؤسسين المؤسسين. حبيبتي يا ساندرا. ازيك يا مرمر، عامله ايه؟ كويسه؟ تسلم ايدك، انا بحب سلطه الراهب قوي او سلطه البابا غنوج، انا كمان جدا. قاعدين بقى كلنا هنا قاعدين نتناقش مين اللي هياكل سلطه الراهب دي بعد. بس عايزه اقول لك، عايزه اقول لك يا ساندرا ان اساسا الباذنجان بجد فوائده كتير جدا جدا جدا، بيتوصف للناس اللي عندها انيميا. عايزه اقول لك انا مره رحت للدكتوره والله بجد كان عندي فعلا انيميا، فبتقول لي ان شاء الله البتنجان لو انت مش بتحبيه، هي فاكراني مش بحبه، فبتقول لي لو مش بتحبيه كلي ني، فقلت لها لا ني ايه، انا بحبه قوي، انا بحبه جدا. لا فعلا في ناس بتاكله ني على فكره. ايوه لعلمك هو مفيد، بس هو ان انا اكله ني مش هيزود من فايدته، يعني لو في حد بيتضايق منه وهو ني كلوه شوحوه حاجه بسيطه شوف الفرن هيبقى زي الفل. لا صح عندك حق. صح فرحتيني يا ميره بمتابعتك اللذيذه، ربنا يخليكي ليا. ثانك يو يا ميره، ودايما الصحه كده في احسن وازهى حالتها. دلوقتي بقى مين عمال يفكرني، عشان انا كالعاده يا جماعه انا من الناس اللي ايه، لو حد لا يعني انا لو حد كلمني وانا بعمل حاجه تانية ممكن انسى، فانا من كتر ما انا ببقى مشغوله في الرد على تليفوناتكم ساعات كتير بنسى الحاجات اللي في الفرن. فايه فتيجي ففريق اعدادنا العظيم يجي على طول ايه اللي في الفرن، يا ساندرا بصي على في الفرن، سامعة فرن 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 اللي في الفرن، تعالوا بصوا على لونه كده، هي لسه عايزه تاخد لها ايه 5 دقايق كمان عشان يعني اللون ده هو باين عندكم اغمق سنه، هو فعلا افتح فلا محتاجه سنه كمان عشان لما تطلع ما يبقاش اللي هو بنغرف منها بالمعلقه، لا تبقى ماسكه نفسها زي الكوكي زي البسكت بالظبط. طيب
عندي ليكم مفاجأة. عندي ليكم مفاجأة. مش عارفة دي ايه. اهي بصوا 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 بصوا. شايفين القوام؟ انا بس ايه. بصوا يا جماعة اللذيذة. بصوا طرية وتجنن. اقول لكم يعني ايه. انا هدوقها. سوكا هدوق من دول دلوقتي. مش عايزة دي تتصور كده في الطبق. تعالوا بصوا اللي هنا. بصوا الطراوة اللي جوه. ايه اللذيذة دي؟ كوكيز يا جماعة بالحمص والطحينة والبيض، غنية في البروتين ومشبعة جدا جدا. تلاتة دلوقتي بنقسمهم يا جماعة معلش. وعملنا كمان كوبيبة بالبرغل والبطاطس والخضار نباتية تجنن وصحية جدا جدا. وعملنا كمان أحلى طبق سلطة راهب هتدوقوه في حياتكم. استنونا بكرة في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.